السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده سيكشن من الهندسة الجيوتقنية في سنة رابعة من الإنشاءات. إن شاء الله النهاردة السيكشن هيكمل على حسابات المايل كاباستي أو أقصى قدرة تحمل الخلوق. السيكشن اللي فات كان محتواه إن إحنا اتعرفنا على المعادلات، كل المعادلات اللي إحنا بنشتغل عليها في حسابات المايل كاباستي، سواء كان بحسب الكاباستي بتاعت السويل أو الأحمال المنقولة للسويل أو الكاباستي بتاع قطاع الخازوق كخرسانة أو كمتين. النهاردة إن شاء الله حلينا كمان مثال أو فيجر واحد في الشيت التاني، وحلينا مثال تاني كان موجود فيه كذا طبقة الخازوق المخترقة، وشوفنا ازاي بنتصرف في الحالتين. النهارده ان شاء الله هنكمل حسابات الشيك التاني او المسائل الموجودة في الشيك التاني، والهدف ان احنا نتعرف ايه هي الحالات المختلفة اللي ممكن تجيلي، سواء كان الطبق دي رمل، الرمل ده فيه مية ولا مفيهوش مية، ال20 دي لما تيجي انا هعمل ايه، وكمان لما يكون فيه كلي. ففيجر اتنين النهارده هيكون كلي. طبعا دي البيانات اللي كانت جايبها في المسألة. الدايمتر بتاع الخازوق كان 55 متر، وطبقة الكلي كان الجوه بتاعتها موجودة، وكي اون درين بتاعتها موجودة، ومديني المراسيم عند منسوب بداية الخازوق كان سالب 1.5، ومنسوب نهاية الخازوق كان سالب 15، ومطلوب إن أنا أحل المسألة في حالتين سواء كان بورد بايل أو كان دريفنج بايل. فبالنسبة للمسألة فيها كلي، أنا مش محتاج مثلث الفريكشن، مش محتاج أرسم حاجة هنا، لأن قانون الكلي أو قانون الفريكشن بتاع الكلي مش موجود فيه سموشن جاما في الكيس، وبالتالي أنا مش محتاج المثلث بتاع الكلي. اللي انا محتاجه ان انا اعرف اولا الطبقه بتاعت الكلي دي البيوند ريند بتاعتها 0.85 بتعمل اي نوع من انواع الفريكشن، هل هو بوزيتيف سكين فريكشن ولا نيجاتيف سكين فريكشن. فلما نيجي نشوف البيوند ريند اللي بتساوي 0.85 دي هتلاقيها ميديوم ستيف كلي، معنى كده انها بتسبب اف اس بوزيتيف فريكشن بس، يعني انا ما عنديش على الخازوق ده الا نوع واحد من انواع الفريكشن اللي هو اف اس بوزيتيف على طول الخازوق كله. عايز احسب الفريكشن، قانون الفريكشن الاف اس بتاع الكلي بيساوي بي اس مضروبه في الاري اس. عايزين نعرف كل البرامتر ده بيساوي كام عشان نعوض في المعادله ونقدر نطلع الاف اس. فالفي اس كان موجود عندي الفا في السيو، الالفا دي بنطلعها طبقا لنوع الكلي اللي هو كان ميديوم ستيف كلي، فلما ندخل في الجدول وهو بورد وايد هنلاقي ان الالفا بتساوي 4.10، وعلشان احسب السيو هقول ان هي كيو اند رينج على الاثنين اللي هو 0.85 على الاثنين، وهضربه في 10 عشان يبقى بالطن بالمتر سكوير، هيبقى 4 ضرب طن بالمتر سكوير. كده اقدر اعوض وكيل البي اس. عايز التاني، عايز الـ RS اللي هي باي في دي في ال اللي هي باي في 0.55 في ال اللي هي طول الخازوق كله من سالب 1.5 لسالب 15، يعني 13 متر ونص. الكلام ده هيطلع RS 22.8 متر سكوير. هنا اقدر بقى اعوض في المعادله بتاعت الاف اس، اطلع قيمه الفريكشن ككل. الاف اس هيساوي البي اس اللي هي الفا في السي يو، الفا ب 4.10 والسي اند ريند ب 4 ضرب، الكلام ده يمثل البي اس، هضربه في الاي اس اللي هي 22.8 هيطلع لي 38.76 ده بالطن. يبقى ده كده انا حسبت الفريكشن اللي موجود على الخزينه. محتاج احسب الدين عشان اكمل المعادله بتاعت السويك. فالاف بيرنج كانت عباره عن الام سي مضروبه في السي يو، ده بيمثل البي بيرنج او الكيو بيرنج، وبعدين هضربه في الاريا بيرنج او مساحه مقطع الخزنه. عايزين نعرف كل حاجه لوحدها بتساوي كام. فالام سي كان لها قانون طويل كده اللي هو 5 مضروبه في 1.2 دي على ال، كل ده مضروب في 1.2 دي على ال. كان في شرطين، كان الشرط الاولاني ان دي على دي ما تزيدش عن 2.5، والمعادله كلها ما تزيدش عن 9. فعايزين نعرف الاول البارامترز لو بتفتكرها، البي على ال دي اتفقنا ان هي ابعاد مقطع الخازوق، ولو هو دايري فالبي بتساوي دي اللي بتساوي الدايمتر، يعني الجزء ده كله بيساوي 1. ودي على البي اتفقنا ان دي دي هي لبس الفاونديشن من الصفر لحد اخر مكمل الخازوق اللي هو 15 متر، والبي اللي هو الدايمتر بتاع الخازوق اللي هو 0.55. لما نعوض في الكلام ده هلاقي ان دي على البي اكبر من 2.5، فانا هاخدها ب 2.5.
وبعدين هطلع الام بي سي في الاخر هلاقيها 9 اللي هي اصلا الليميت او الحد ده ما ينفعش اعديه. وبالتالي محتاج تاني ايه؟ الاريا بيلنج. الاريا بيلنج اللي هي مساحه مقطع الخازوق باي على 4 في دي سكوير اللي هو باي على 4 في بوينت 5.5 سكوير، هيطلع مساحه مقطع بتساوي بوينت 2.3 متر سكوير. وبالتالي انا كده اقدر اجيب الاف بيرنج اللي هي عباره عن الام سي في السي لما كنت حسبتها مره 4 وربع، هضربها في الاريا بيرنج اللي هي بوينت 2.3. الكلام ده هيطلع لي اف بيرنج بتساوي 8.79 طن. قبل ما اكمل عايز اقول تعليق. احنا كنا اتفقنا ان لما يكون الخازوق مشتد على كلي زي الحاله دي بنسميه فريكشن بايل او خازوق احتكاك، بيعتمد في نقل الاحمال بشكل رئيسي على الاحتكاك ضائع من الاحقان، انه بينقل في الفريكشن 38 طن وبينقل في البيرنج 8 طن بس. ليه؟ لان الكلي البيرنج بتاعه قليل جدا ما بيتحملش احمال كبيره عكس الرمل، وبالتالي الخازوق بيكون اكبر حمل او اكبر حاجه مشاركه في الاحمال او في الالو والكباست بتاعت الخازوق بيكون الفريكشن مش البيرنج، وبالتالي بنسميه فريكشن بايل. الرمل العكس زي ما هنشوف في الارقام في المساله اللي جايه الاقي ان الفريكشن بيكون اقل من البيرنج او مشاركه الفريكشن بتكون اقل من البيرنج. كده انا محتاج احسب البي الاو بتاعت السويل اللي هي عباره عن الاف بي زي الاف اس على فاكتور سيفتي اللي هو 3. الكلام ده هيطلع اللي هو 38 76 زائد 8 79 على 3 هيطلع كباستي سوير بتساوي 15.85 طن. لما اجي احسب البيئه اللي هو بتاعت الكونكريت ده بالنسبه لي مورد بايل، ما قاليش ان هو مسلح يبقى اوتوماتيك هو مش مسلح، فانا هقعد في معادله كونكريت اونلي او الفاكتور بيساوي 1.2 في الاف سي اللي هي 300 كيلو جرام على السنتي هضربها في 10 عشان تبقى الطن اللي فاتها هتبقى 3000 في الاريا بيرنج اللي هي بوينت 2.3. الكلام ده هيطلع في الاخر رقم كبير جدا 138 طن. عشان اقول الكباستي بتاعت الخازوق ده كام، هي المينيموم ما بين القيمتين دول، وبالتالي الخازوق يقدر يشيل 15.85 هقربها لاقرب 5 طن بالنقصان هتبقى 15 طن فقط تقريبا، وبالتالي الخازوق في حاله البورد باير كان بيشيل 15 طن بس. نيجي نشوف الحاله الثانيه اللي هي الدريفنج باير. ايه اللي هيفرق؟ الاول الفريكشن نفس القانون بالظبط، بس اللي هيفرق عندي ان الالفا بتاعه الدريفنج باير مش 4/10، هكتب في الجدول هطلع الفا هتساوي 0.75 للميديم ستيف كيلو. السي يو هي هي والاي اس هي هي، وبالتالي هقدر اجيب الاف اس هتساوي الالفا اللي هي 0.75 في السي يو اللي هي 4 وربع في الاي اس اللي هي 22.8. هقدر اطلع الاف اس في حاله الدريفنج باير هتطلع 72.76. طبعا واضح الفرق الكبير بين الفريكشن في حاله الدريفنج باير وبين الفريكشن في حاله البولد باير، وده برضه اللي ذكرناه في السكشن اللي قبل اللي فات، وقلنا ان حاله الدريفنج باير بيحصل تكثيف لينكر التربه اثناء تنفيذ الخازوق نفسه، ان هو بيتنفس بالدقه، وبالتالي الفريكشن بيكون اكبر بكتير جدا لو الخازوق كان دريفنج باير عنه لو كان بورد باير في نفس الحاله، لو كان في نفس التربه اقصد بنفس القطر بنفس الطول بكل حاجه، والفريكشن كان تقريبا بالضعف بالنسبه للدريفنج باير. دي اول حاجه الفريكشن. طيب البيرنج في حاله الكلي مفيش اي فرق ما بين قانون البيرنج لو هو بورد باير وقانون البيرنج لو هو دريفنج باير، وبالتالي ده في البيرنج هتكون نفس الرقم اللي هو كان 8.79 طن. وبالتالي اقدر احسب البيئه اللو بتاعت السويل هتساوي 72.76 8.79 مقسمين على 3 هيطلع بيها اللو من السويل 27.15%. والبيئة اللو من الكونكريت هنا بقى ده دريفن باير، ومن شروط استخدام الدريفن باير انه لازم يكون
reinforced أو مسلح، وبالتالي لازم أضرب في فاكتور اللي هو 1.15%، فهو نفس القانون بالظبط اللي كتبناه هنا، بس هيتضرب في الفاكتور اللي هو 1.15، هيطلع لي كده في الخرسانة 158.7. علشان اقدر اقول ان الكباسيتي بتاعت الخازوق ده كام بالظبط، هي القيمه الاقل من الرقمين دول اللي هو 27، يبقى دي الاول لما اجي اقربها بقى 5 طن من النقصان. دي بالنسبه للبايل هيساوي 25 طن، دي في حاله الدريفن. وكان في حاله البورد ب 15 طن بس، في حاله البورد بايل. يبقى هو ده الهدف بتاعي في اخر المساله، ان انا اوصل للكباستي بتاعت الخازوق في حاله البورد بايل في حاله الدريفن بايل. وواضح طبعا ان الدريفن بايل بنفس البيانات بنفس كل حاجه شايل اكتر من حاله البورد بايل، لان اتفقنا ان الاحتكاك في الدريفن بايل يكون اكبر من البورد بايل. ده بالنسبه للمثال اللي هو فيجر 2 لما كانت الطبقه كده. المثال رقم 3 في الشيت او فيجر 3 كان عباره عن خازوق قطره 60 سم او 6.1 متر، والمناسيب بتاعته كان المفروض بداية الخازوق عند سالب 2 ونهاية الخازوق عند سالب 11.5، والطبقة كانت رمل، الجامة بتاعتها 175 وفاي 33 درجة، وعندي جراوند ووتر كيبل عندي سالب 4. اتفقنا إن إحنا لو عندي رمل أول حاجة بدخل أعملها برسم المثلث بتاع الكونكشن. المثلث بيبقى صريح كده بزيادة ثابتة من الصفر لحد نهاية الخازوق في الحالة إن هو رمل بس، مش موجود فيه جراوند ووتر تيبل، وال 20 دي لسه ما جاتش، فانا لازم اعمل تشيك على الحاجتين دول وانا برسم المثلث، هل في جراوند ووتر تيبل ولا لا، وال 20 دي موجوده او وصلت لها ولا لسه. فانا عندي جراوند ووتر تيبل فهيحصل كسره هنا كده. كسره ازاي هنشوف دلوقتي، وعايز اتشيك على 20 دي، 20 دي بتساوي 20 في 6.10 هتساوي تقريبا 12 او اكتر من 12 بحاجات بسيطه. المهم ان انا عندي طول الخازوق من سالب 2 بسالب 11.5، يعني اقل بكتير من 12، وبالتالي انا ال 20 دي مش موجوده عندي في المساله، فانا عندي كسره واحده عندي الجراوند ووتر تيبل. فالكسره دي هتعامل معاها ازاي؟ الاول انا بزيد زياده خطيه لان الجامه ثابته والاتش هي الاتجاهيه، بس لما يكون في جراوند ووتر تيبل تحت الميه انا بعرض جامه سيجمنتد، وبالتالي الزياده هتقل شويه، فالخط هيتكسر لجوه او ميله هيقل، علشان الجامه بقت جامه سبمرج اللي هي 1.75 ناقص 1. وبالتالي انا عندي ثلاث قيم لازم احسبهم، القيمه عند بدايه الخازوق، والقيمه عند بدايه الميه، والقيمه عند النهايه. فالقيمه الاولانيه هتبقى 1.75 في 2 متر، القيمه اللي بعدها 1.75 في 4 متر، وبعد كده القيمه دي زائد 75 بس في من 4 ل 11.5 اللي هو 7.5. فهنبص على القيم دي هتطلع كام؟ هيطلع عندي 1.75 في 2 3.5، 1.75 في 4 هتبقى 7، 1.75 في 4 زائد 0.75 في 7.5 هيطلع 12.36. ده بالنسبة للمثلث الفريكشن أو المثلث اللي بشتغل عليه في حالة الرمل. طيب عايزين نبدأ في حالة البورد بايل، بشتغل ازاي؟ أول حاجة هنحسب الفريكشن برضه بنفس الطريقة، عايز أشوف الطبقة دي نوعها إيه وأشوف هتسبب بوزيتيف ولا نيجاتيف سكين فريكشن. فالفاي 33 اللي هو ميديم دنس ساند فبيسبب بوزيتيف سكين فريكشن، فهيبقى اف اس بوزيتيف. بل بس بقى هل هي هتبقى حاجة واحدة ولا هتتكسر؟ لا هتتكسر، لأن أنا عندي طبقة هنا من قبل المية وبعدين طبقة بعد المية، وبالتالي أنا عندي قيمتين للاف اس لازم أحسبهم. القيمة الأولانية اللي هي هنا هنسميها اف اس 1، والقيمة الثانية اللي هي هنا اللي هي اف اس 2. القيمة الأولانية من ما بين سالب 2 لسالب 4، والقيمة الثانية من سالب 4 لسالب 11.5، وبالتالي أنا عندي اف اس 1 واف اس 2. طيب عايزين نعرف هنشتغل ازاي؟ فسميشن اف اس 1 بتساوي البي اس في الاريا اس، عندي سميشن جام اتش افريج مضروبة في الكي مضروبة في تان الدلتا اللي هي 0.75 الفاضي. كل ده مضروب في الاي اس. سبميشن جوه في الاتش افريج هعرف اجيبها، الكي 7.10 لان انا شغال على بورد باي، الاي اس عايز احسبها، فالاي اس هتساوي باي في الدي اللي هو 6.10
في ال L اللي هو من سالب 2 لسالب 4 اللي هو 2 متر، هيطلع لي اريا اس 3 7 6. هنا اقدر اعوض في المعادله بتاعت الاف اس 1 اللي هي بتساوي سميشن مضافه في اتش افريج اللي هو القيمه دي زائد القيمه دي على 2 يبقى 3.5 زائد 7 على 2 مضروبه في الكي اللي هي 7 من 10 مضروبه في تان الفاي تان 3 ارباع الفاي اللي هو 75 في 33. كل ده مضروب في اريا اس اللي هو 3 76 هيطلع لي اف اس 1 هتطلع برقم معين. اف اس 2 عايز احسبها برضه نفس القانون بالظبط بس مع اختلاف اريا اس ومع اختلاف سميشن الجاما في الاتش افريج، وبالتالي انا عايز احسب اريا اس بتاعت الجزء الثاني اللي هي اريا اس 2 باي 6 من 10 في ال بقى المره دي 7 ونص هتطلع اريا اس 14 13. هنا اقدر اجيب ال اف اس 2 اللي هي 7 زائد 12 36 مقسومه على 2 مضروبه في 7 من 10 عشان بوك باي في تاني 3 ارباع الفاي كل ده مضروب في الاريا اللي هي 14 13 هيطلع لي اف اس 2 برقم مجموعهم هيطلع في الاخر اللي هو اف اس بوزيتيف اللي انا عايزها هيطلع 51 و15 من 100. طيب ده بالنسبة لـ اف اس بوزيتيف في حالة البول ماي. عايزين نحسب البيرنج. الاف بيرنج كانت عبارة عن سمشن جاما في الاتش مضروبة في ان كيلو ناقص واحد كل ده مضروب في الاريا بيرنج. عايزين نعرف القيم دي هي كام؟ سميشن الجامعة في الاتش اللي هي قيمة الاوفر بيردن بريشر عند منسوب نهاية الخلوق اللي هو 1236 هي موجودة معاك. ان كيو قلنا ان هي معتمدة على الفاين ديفاين فاروح احسب الفاين ديفاين. الفاين ديفاين في حالة البورد فاير بتبقى فاين ناقص 3 اللي هي 33 ناقص 3 ب 30. هدخل الجدول او هعوض في المعادلة بتاعت ان كيو هطلع ان كيو 30. هنا عايز اجيب الاريا بيرنج هتساوي باي على 4 في 6 من 10 سكوير. الكلام ده هيطلع لي اريا بيرنج بوينت 283. كده اقدر احسب الاف بيرنج كلها سميشن جاما في الاتش اللي هي 12 36 مضروبه في ان كيو ناقص 1 اللي هي 30 ناقص 1. كل ده مضروب في الاريا بيرنج اللي هو بوينت 283 هيطلع لي الـ FB بتساوي 103.5. كده بقدر أحسب الـ F بتاعت أو البيئة اللون بتاعت السويل. البيئة اللون سويل هتساوي FB رينج اللي هي 103.5 مجموعة عليها FS اللي هي 51 و15 مقسومة على 3. هنا عايزين نقول ملحوظة، الملحوظة هي إيه؟ إن الفريق باير اللي بيشتغل على سند بيعتمد على البيرنج اكتر وبالتالي بيسميه بيرنج باير مش فريكشن باير زي بتاع الكليه. ليه؟ واضح من الارقام ان الاف بيرنج طلع 103.5 والاف اس طلع 51 وبالتالي البيرنج بيشارك بنسبه اكبر عن الفريكشن في الكباست بتاع الخازوق عشان كده بنسمي الخازوق اللي بتشتند على الرام بنسميها بيرنج باير. فالرقم بي الجوهر بتاع السويل هيطلع 51 56%. طيب بالنسبة للبيئة الأول بتاع الكونكريت هنقول إن هو بورد فاير ما قاليش إن هو مسلح يبقى غير مسلح. بوينت 2 في 3000 في 283 اللي هي الإيريا بيرنج هيطلع لي بيئة الجو من الكونكريت 169.6 طن. وبالتالي أقدر أقول إن البيئة الأول بتاعت الفاير حالة البورد بايت كان 51 هقربها ل 5 طن بالنقصان هيبقى 50 طن. ده في حالة البورد بايت. هنشوف المثال الثاني لو كان دريفن بايت هنعمل ايه؟ الفريكشن هو نفس القانون ولكن عندي المشكلة في الكي بتبقى 1 مش ب 7 من 10 وبالتالي هشتغل نفس الخطوات بالظبط ولكن هعوض في الكي ب 1 بدل 7 من 10 وطبعا هعوض على المنطقتين اللي انا اتفقنا عليهم في البورد بايت. فالـ FS1 هتبقى برضه 3.5 زائد 7 على 2 بس المرة دي
في تاني بوينت 7.5 في الفاي. الكلام ده هيتضرب في 3 اس اللي كانت 3.76، هيطلع لي اف اس 1 برقم. اف اس 2 هتبقى 7 زائد 12.36، لما اقسمها على 2 واضرب في الكي اللي هي 1 في تاني الدلتا اللي هي بوينت 7.5 الفاي. الكلام ده كله في 3 اس اللي هي 14.13، يبقى اف اس 2 هتطلع لي رقم. لما اجي اجمعهم مع بعض هيبقى اف اس بوزيتيف اللي موجود على الخازوق هتطلع 73.8. ده بالنسبة للبريدكشن اللي موجود على الخازوق. قارنا بالرقم اللي كان طالع في البول دراير اللي هو كان تقريبا 51 وكسر، فواضح برضه ان الفريكشن في دريفن باي بيكون اكبر من الفريكشن في البورد باي، وده تاكيد على الكلام اللي احنا بنقوله. ده بالنسبه للفريكشن الموجود على الدريفن باي. لما اجي احسب البيرنج هبقى محتاج احسب برضه فاي ودي فاي، اللي هي في الحاله دي هتبقى فاي زائد 40 الكل مقسوم على 2، يبقى 33 زائد 40 على 2 هيطلع فاي ودي فاي ب 36.5. اروح اجيب منها من الجدول او من المعدل ان كيو اللي هي 94.35، وبالتالي هقدر اعوض في الاف بيرنج اللي هي عباره عن سميشن اللي هم في الاتش عند البيس اللي هي 12.36 مضروبه في ان كيو ناقص 1 اللي هو 94.35 ناقص 1 في الاريا بيرنج اللي كانت 0.283، هيطلع لي قيمه الاف بيرنج اللي هي 333.2. طيب ده بالنسبه للاف جيرنج في حاله الدريفن باي. هروح اعوض بقى في المعادله بتاعت الاف الاول او البي الاول. البي الاول للسويل هتساوي قيمه البيرنج اللي هو 333.2 زائد 4 زائد الفريكشن اللي هو 73.08 على 3. هيطلع لي البيئة الأول بالستويل 135.4 طن، والبيئة الأول للكونكريت ده دريفن باي، وبالتالي هسلح يبقى 0.2 في 3000 في 0.283 في 1.15 علشان مسلح، هيطلع لي البيئة الأول للكونكريت 195.1 طن. هقدر أقول على البيئة الأول للباير هي القيمة الأقل من الكونتين اللي هي 135، لما أقربها هتبقى 135 طن. ده بالنسبة للدريفن باير. كده أنا وصلت في المسألة رقم 3 أو فيجر 3 لرقمين، البيئة اللوبل للدريفن باير اللي هو 135، والبيئة اللوبل للبورد باير كان 50 طن. كده خلصنا فيجر رقم 3، هنشوف بقى فيجر رقم 4 والأخير. ده فيجر رقم 4 والمثال الأخير في الشيت. كان عبارة عن طبقة رمل السند بتاعها القوة بتاعتها 1.8 طن على متر التكعيب، والفاي ب 34، والديامتر بتاع الخازوق كان نص متر. والمقاسيم موجودة، منسوب الصفر ومنسوب بداية الخازوق عند سالب 1.5، ومنسوب نهاية الخازوق عند سالب 13.5. المطلوب مني إن أنا هشتغل برضه الحاجتين البورد باي والدريفن باي. اتفقنا لما يكون عندنا رمل برسم أول حاجة المثلث بتاع الفريش. فأنا عندي ما عنديش جاوند ووتر تيبل، فالمثلث هيمشي منتظم لحد رقم معين ما اعرفش ايه هو لسه. والتشيك الثاني اللي احنا بنعمله اللي هو 20 متر، المره دي هتبقى 20 في نص اللي هو 10 متر. لما بقيس ال 10 متر يا اما بقيسها من منسوب الصفر يا اما بقيسها من تحت اخر طبقه ضعيفه. انا هنا ما عنديش طبقات ضعيفه لان الفاي كلها 34 يعني دنس سن، وبالتالي انا ما عنديش طبقات ضعيفه، فهقيس ال 10 متر دول من منسوب الصفر. فلما اقيس 10 متر من منسوب الصفر هطلع عند سالب 10 هنا، عند سالب 10 القيمة هتوصل هنا وبعدين تثبت مش هتزيد، وبالتالي المثلث هيوصل لحد سالب 10 وبعد كده يتقلب لمستطيل بنفس القيمة. عشان كده أنا عندي ثلاث قيم، أو هما في الحقيقة قيمتين والقيمة الثالثة هي نفس القيمة الثانية اللي هحسبهم للفريكشن. فأنا عند سالب 1.5 اللي هو 1.8 في 1.5 هتطلع 2.7، بعد كده 1.8 في 10 متر هتطلع 18، والقيمة دي هتفضل ثابتة لحد اخر الخازوق.
وبالتالي انا كده عندي قيمتين للفريكشن، القيمه الاولانيه موجوده هنا والقيمه الثانيه موجوده هنا. فهنروح نشتغل الحاله الاولانيه او حاله الجود واي. اول حاجه بنحسبها الفريكشن، واتفقنا ان هي طبعا مش ضعيفه، وبالتالي هتسبب بوزيتيف سكين فريكشن. بس هروح اشوف سميشن جوه في الاتش افريج، وهشوف الكي كام لو انا بورد باير، وهشوف طبعا التاني الدلتا والاريا اس. فهنحسب الاريا اس اللي هي باي في الدي في ال، الدي عندي بنص وال عندي من سالب واحد ونص لحد سالب 10 يعني 8 متر ونص. دي هتطلع رقم معين الاريا اس واحد، وبالتالي هروح اعوض في الاف اس واحد اللي هو سميشن جوه في الاتش افريج اللي هو 2.7 زائد 18 مقسومين على 2 كله مضروب في كام؟ في 7 من 10 اللي هي الكي بتاعت البورد باي، في تان 3 ارباع الفاي اللي هو 3 ارباع 34، كل ده مضروب في اريا اس واحد اللي حسبتها. وبعدين هروح احسب الاف اس 2، عندي اريا اس 2 لازم احسبها اللي هي باي في نص، والمرة دي في 3 متر ونص من سالب 10 لسالب 13 ونص. وبعد كده هروح اعوض في قانون الاف اس 2 اللي هو المرة دي الافريج، هو مفيش افريج لان هي قيمة واحدة، وبالتالي هتبقى 18 على طول مضروبة في 7 من 10 في تان 3 ارباع 34 مضروبة في اريا اس 2. لما احسب الكلام ده كله واوصل في الاخر ان الاف اس بوزيتيف بتساوي مجموع الاثنين دول مع بعض هيطلع 79.18 جنيه طن. ده بالنسبة للبوزيتيف سكين فريكشن الموجود على الخازوق ده في حالة البورد واحد. عايزين نروح نحسب البيرنج. علشان احسب البيرنج محتاج الفاي دي فاي اللي هي فاي ناقص 3، عشان انا بورد واحد هتطلع 31. منها من الجدول او من القانون هطلع الان كيو اللي هتطلع في 36.6. والاريا بين اللي عايز احسبها اللي هي باي على 4 في نص سكوير اللي هي بتطلع بوينت 196 متر سكوير. وبالتالي هقدر احسب الاف بيرنج بتاعي في الخازوق اللي هي عباره عن سبشن جوه في الاتش عند نهايه الخازوق اللي هو 18، هضربها في 2 كيو ناقص 1 36 و6 ناقص 1، كل ده مضروب في الاريا بيرنج اللي هي 196، هيطلع لي الاف بيرنج هيساوي 125.8 طن. ده بالنسبة للبيئة. هنا بقدر أحسب البيئة اللوبل في حالة السويل هتساوي 125.8 زائد الفريكشن 79.18، وواضح برضه إن الجيرنج هو الأكتر علشان ده جيرنج وايد خازوق مستند على غرام، هيطلع لي البيئة اللوبل بالسويل 68.3 طن. والبيئة اللي هو بالكونكريت هنا خازوق بورد باير ومعليش ان هو مسلح، وبالتالي هعتبره غير مسلح، بوينت 2 في الاف سي في الاريا بيرنج اللي هي بوينت 196، هيطلع لي البيئة اللي هو بالكونكريت 117.8 طن. يبقى البيئة اللي هو بالباير هتساوي المينيموم منهم اللي هو 68، لما اقربها لاقرب 5 طن بالنقصان هيطلع 65 طن. دي البيئة اللي هو بالباير في حالة البورد باير. هنشوف بقى الحالة الثانية اللي هي الدريفن باير، ايه اللي هيختلف؟ الفريكشن هو هو متقسم نفس التقسيمات، ولكن هيفرق عندي ان الاف الكي هنا هتبقى بواحد مش بسبعة على 10، فهنغير الكي تبقى بواحد، والاري اس هي هي والاري اس 2 هي هي، بس الكي هنا برضه تحت هتبقى بواحد، ومفيش أي حاجة هتختلف تاني غير الكلام ده، وبالتالي أقدر أطلع الاف اس توتال هتساوي 113.1، القيمة لسه قدامنا اهي في حالة البورد باير 79، ولكن في حالة الدريفن باير 113.1. طبعا الفرق واضح وده بيأكد كلامنا اللي بنتكلم. بالنسبة للبيرنج هغير ايه؟ هغير الفاي من الفاي، هتبقى فاي زائد 40 على 2، الكلام ده هيطلع لي فاي من الفاي ب 37. هروح اجيب منها ان كيو سواء من الجدول او من المعادله، هيطلع لي ان كيو 101.4
الاريا ميننج هي فبالتالي الاف ميننج هاجي اعوض فيها برضه قيمه 18 هي هروح اعوض في الاف ميننج هغير بس الان كيو اللي هي 101.4 من 10 ناقص 1 هيطلع لي في الاخر اف ميننج هتطلع 354.8 من 10. ده في حاله الدريفن باي الجيم برضه بيزيد لان الفاي بتبقى اكبر من الفاي الحقيقيه بتاعت السوق. فبالتالي هروح اعوض المعادله بتاعي البيئه الاول للسويل والبيئه الاول للكونكريت. البيئه الاول للسويل هتبقى 354 8 من 10 113 1 من 10 على 3 هيطلع لي 156 طن. والكونكريت نفس القيمه بالظبط بس هضربها في 1 من 15 لان ده دريفن باي واتفقنا ان احنا لازم يكون مسلح طبعا لطريقه تنفيذه هيطلع 135.5. المرة دي حصل ايه؟ المرة دي حصل ان الخرسانة هتنهار قبل السويل، يعني الخرسانة هتقدر تشيل لحد 135 السويل هتوصل ل 150، وبالتالي البيئة الأول بتاعت الموبايل هتكون الأقل اللي هي بتاعت الخرسانة، ولما أقربها هتطلع 135 طن، ده بالنسبة لحالة الدريفت موبايل اللي هي المسألة موجودة في الشيت. كده احنا خلصنا الشيت رقم 2، اتعرفنا فيه على الثلاث مسائل اللي موجودين والمسألة العملية كانت محلولة في الشيت اللي فات أو السكشن اللي فات. الهدف زي ما قلت في الاول ان انا اتعرف على الحالات المختلفه لمثلث الفريكشن لما يكون رم والحاله بتاعت الجليد اللي هي اصلا ما فيهاش مثلث فريكشن وتكون القيمه ثابته على كامل طول الخدمه. شكرا وان شاء الله نشوف السكشن الجاي الشيت رقم 3.